تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار مارس من كل عام، فرضت بريطانيا عقوبات على عدد من الدول بسبب انتهاكها لحقوق المرأة. العقوبات المفروضة من قبل بريطانيا تستهدف أفراداً وكيانات في إيران وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان بسبب ما تقول أنها انتهاكات لحقوق المرأة، من بينها الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي. وتتضمن العقوبات تجميد أصول وحظر سفر على 4 أفراد من بينهم عسكريون، كما شملت مؤسسة حكومية إيرانية. وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال في بيان عبر البريد الإلكتروني أن هذه العقوبات تبعث برسالة جلية مفادها أنه تجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف البغيض القائمة على جنس الشخص. كليفرلي أضاف أن بلاده تعزز جهودها للدفاع عن النساء والفتيات، وتعهد باستخدام جميع الأدوات المتاحة للتصدي لعدم المساواة الذي لا يزال قائماً. وتزامن إعلان العقوبات مع نشر الحكومة البريطانية استراتيجية النساء والفتيات التي تحدد خططها للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين على مستوى العالم. خطوة بريطانية بفرض العقوبات جاءت بعد عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بسبب انتهاكات لحقوق المرأة استهدفت أفراداً وكيانات أخرى مسؤولة عن انتهاكات في إيران وروسيا وجنوب السودان وبورما وسوريا.